نور على حضرتك الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور احمد. دكتور احمد، عايزين بس نقول يعني الفطر الاسود ده بينمو على الـ التربه الزراعيه وبيجي في بعض الحاجات اللي بناكلها ولا ايه؟ طمني على فكره البصل، طمني على فكره المشروم، الحاجات دي كنا بنتعامل معاها عادي قبل ما نعرف ماساه الفطر الاسود. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا سعيد جدا اني متواجد مع حضرتك. اشكرك، شرف ليا. تمييزه لامعه طبعا. اشكرك. احنا طبعا انتشر في الفتره الاخيره نعم يعني بقى في نوع من القلق، مش عايز اقول هلع، قلق عند المواطن المصري. صحيح. من خلال السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفه اللي ابتدت تتحدث على ما يسمى بالفطر الاسود. الاسود. احنا عايزين نقول بس نقطة مهمة جدا عشان بس نوضح للأستاذة المشاهدين والمستمعين. أيوة. احنا عندنا على فكرة بيسموهم الفايف بيج او البيج فايف. أيوة. كيلر اوف هيومن، اللي بيسموه اللي هم اكبر خمس فطريات، اكبر خمس انواع من الفطريات اللي بيسموه. نعم. او بيقتلوا، ممكن يتسببوا في قتل الانسان. بنبتدي بحاجة اسمها الفلاجيلا. دي حاجة معروفة من ما قبل كورونا. من لا يعني ده مش من معروفه من قبل كورونا، انا بتكلم الكلام ده الناس بتتكلم فيه من الثلاثينات والاربعينات والخمسينات. اي فندم، يعني اقصد من زمان قوي. انا كمان نسبة اطمئنان ده اللي اقصده. نعم. بتبتدي من حاجه اسمها الاسبرجلس، وده بيعمل مشكله كبيره جدا، بيجي لحد الميكورال. بس كلمنا عربي لانه احنا المصطلحات العلميه دي اسمه كده بالعربي. كده بالعربي. هو اسمه كده ما شاء الله. ده اللي احنا اللي عامل مشكله حاليا. اولا عايزين نقول نقطه مهمه جدا، هذا الفطر ينتشر في جميع انحاء العالم. دي نقطة مهمة جدا. أيوة. وعلى الركائز المتحللة او بنسميها اي حاجة متعفنة او متحللة، سواء بطاطس، سواء بصل، سواء بعض الاماكن اللي هي فطر الاسود الحاجة المعفنة اللي احنا بنقول عليه ده معفن. يعني فهو بينمو، لكن هو اوريدي موجود في جميع انحاء العالم. وليس مثلا في منطقة معينة. هذا الفطر طبعا هو دائما محب النمو في درجات الحراره العاليه. العاليه؟ هو بينتشر درجات الحراره عاليه. أيه. عشان كده هو بينتشر في المناطق اللي هو بيسموها التروبيكال والسب تروبيكال، الحاره وشبه الحاره. ايوه. وعشان كده حضرتك تشوفي ان اول حالات ابتدت تكتشف في هذا او الاصابه بهذا الفطر كانت في الهند. الحاجه صحيح. المهمه جدا ان هذا الفطر لا يظهر ولا ينتشر بصوره مرضيه الا في وجود الكوارث الطبيعيه. الكوارث. يعني هنبتدي مثلا باعصار كاترينا، المناطق المتضرره باعصار كاترينا. نعم. ابتدى هذا الفطر ينتشر. لما حصل الناجون من ضحايا تسونامي. ابتدى ينتشر في البني ادمين، في البشر. بعد الاعصار، سواء اللي حصل في كاترينا او تسونامي اللي حصل في المحيط الهادي عام 2004، هذا الفطر ابتدت تسجل حالات للاصابه بهذا الفطر. طب من هو المستهدفين بالاصابه؟ مين هو بيصيب مين؟ ايوه. هو على فكره يعني طول ما حضرتك هيلثي ومناعتك كويسه وصحتك كويسه، الاصابه هذا الفطر بتبقى فيه معدلات الاصابه لا تذكر. غالبا بيصيب اصحاب الامراض المزمنه. لو الناس الطبيعيه لازم تعرف ان مناعتها كويسه، يعني احنا ماشيين على الارض ما نعرفش، على رجلينا ما نعرفش مناعتنا كويسه ولا مش كويسه. لا، ده في دلائل ومؤشرات حضرتك. أيوه. في دلائل ومؤشرات على هذا ان مناعتك كويسه او مش كويسه. أيوه. لا، ده في دلائل كثيره. زي غالبا أهمها. جميع المصابين بامراض مزمنه. ايوه. جميع المصابين بامراض دم. جميع المصابين بلوكيميا او وخلافه، اللي عنده مرض السكر. ايوه. كل ده على فكره تضعف المناعه. ايوه. وبالتالي هم دول اكثر عرضه للاصابه بهذا الفطر. تمام. الحاجه الثانيه الاطفال. الاطفال، خد نقطه مهمه جدا عشان بس بنوصي الناس اللي هم بيتعرضوا لسوء التغذيه. تمام. يبقوا اكثر عرضه من اقرانهم الاطفال الطبيعيين. ايوه. وتظهر عليهم لان هم ما بياكلوش اكل صحي. نعم. اللي ما بيتغذوش كويس، اللي ما بيتغذاش على لبن الام، اللي ما بياخدش الاكل الصحي اللي بيتوازن المتوازن و والكلام ده كله. ده اكثر عرضه، وبتظهر عليه نفس الاعراض على فكره اللي بتظهر على البالغين. الاعراض الامراض اللي بيسببها هذا الفطر في حاله تمكنه من الاصابه طبعا بتوصل لحد الكانسر، السرطان عافانا الله جميعا. أيوة. ممكن يعمل لوكيميا، ممكن يعمل مشكله في الكبد، ممكن يعمل مشكله في الدم. أيوة. تتسبب كل هذه الامور الى الوفاه. نعم. اللي انا عايز اشير اليه في احدث احصائيات على الاصابه بهذا الفطر حوالين العالم كله. كان معدلات الاصابه حتى قبل الاحداث اللي حصلت في الهند. أيوة. كانت معدلات الاصابه على مستوى العالم كله حوالي 900 حاله. على مستوى العالم. حالات.
على مستوى العالم. يعني انا ما بتكلمش في ارقام تثقل يعني تعمل مشكله. اقصد ان دي ارقام مطمئنه جدا. نعم. فهي كانت 900 حاله ظهرت على مستوى العالم، كانت مشكلتها في ايه؟ ان لم يتم التشخيص الا بعد الوفاه. قبل الوفاه كان صعب جدا عمليه التشخيص. تمام. اللي موجود دلوقتي او منتشر او معظم كان صعب التشخيص قبل الوفاه؟ قبل الوفاه صعب التشخيص. لكن اكتشفوا بعد الوفاه التشخيص. طب ليه صعب قبل الوفاه؟ في حاله المرض ليه صعب تشخيصه؟ دي حاجات طبيه يمكن انا مش هتدخل فيها، دي مش بتاعتي. تمام. يعني أنا بتكلم تمام. ولكن النقطة المهمة جدا، حتى الأطباء قالوا حاجة جميلة جدا، قالوا إن إحنا ما نقدرش نحدد مصدر العدوى لسبب، إن حالات الإصابة كانت في أماكن متفرقة وفي مناطق متفرقة، فما أقدرش أقول هو أصيب إزاي أو أصيب ليه. تمام. ولكن ال 900 حالة كانوا كلهم كانوا بيعانوا من أمراض مزمنة أو أمراض نقص في المناعة. تمام. علاقة بقى الفطر الأسود بالأكل والشرب. ما هو الاكل والشرب حضرتك انا شيء طبيعي جدا، احنا عندنا مشكله برضك في يعني حتى في البيوت في تخزين السلع المختلفه. دي نقطه مهمه جدا. لا المشروم الناس كتيره بطلت تاكل مشروم من ساعه ما اللي حصل ده. المشروم لو جاي من مصدر لو جاي من مصدر موثوق فيه، احنا بنتكلم عسل اسود يعني اوريدي هو في لون بيدي لحضرتك دلاله. ما اي مشروم يا فندم بنفتحه كده بنلاقي جواه اسود؟ لا ده في حضرتك حسب المشروم حسب البذور، لان الفطر ده بيبقى فيه سبورز والسبورز دي فيها بويغات وحاجات كده يعني ما تهمش المشاهد قوي. ولكن ده ليه صفه مميزه، لان انا عايز اقول لحضرتك لو طبعا كنت ممكن لو عرضت لحضرتك صوره تشوف الصور، لا حاجه سودة موجوده. يعني ممكن يعني لو بالدقه شويه بينقمر او حاجه بسيطه تقدر تشوف الفطر تشوفيه. ايوه هو موجود. ايوه تفضل حضرتك. ايوه فطبعا احنا بنقول للناس في الفترة دي احنا طبعا عندنا ازمة عالمية او كارثة عالمية صحيح صحيح اللي هو الكوفيد 19. وعشان كده ابتدى يظهر ويعمل مشاكل في الهند. تمام. ويمكن عدد الحالات يعني برضك اللي ذكرت اللي مش كتير اللي هي الموثقة وتم تسجيلها. ايوه ابتدى يتقال دلوقتي ميبي الله اعلم انا ما اقدرش اوثق او بتاع، ابتدى ان يبقى في حالات في مصر. انا ما اقدرش اقول هذه حقيقة ولا لا، ولكن هذا ما تم تداوله في السوشيال ميديا. نعم. ولكن انا بقول لو احنا شفنا هذه اذا كان فعلا المفترض ان هذا حقيقي، هذه الحالات هتلاقي كل هذه الحالات بتعاني من امراض مزمنه او من مشاكل عندها. مرضى السكر عرضه جدا للاصابه، وخصوصا مرضى السكر اللي هو السكر المزمن. نعم. لكن احنا كزراعه في مصر او يعني كمتابعه ما عندناش حاجه تخوف بالنسبه للزراعه. احنا بالنسبه لنا مش حاجه تخوف. ما عندناش حاجه تخوف. وبالتالي وزاره الصحه هي اللي تستطيع ان تدلي بتصريحها فيما يخص هذا الموضوع وايه مشاكله سواء بالنسبه للمرضى او المستشفيات. صحيح بتاع. صحيح. ولكن انا حتى الان يعني حسب المعلومات الاحصائيات لا الدنيا كويسه جدا. مش عايز بس يبقى في نوع من الهلع، يعني يكفي الكوفيد 19 على الناس، مش عايزين يبقى الحقيقه تعبنا. النقطه المهمه جدا انا بدعو للناس التغذيه السليمه، النظافه، التهويه، ده حاجات مهمه جدا هتقيك من جميع الامراض. نعم. ما تقلقش طول ما انت بتعمل الحاجات دي، طول ما انت بتبعد عن الالات يعني العادات السيئه في التواجد في اماكن مغلقه. أيوة. او وخلافه. متهيألي يعني ده هيبقى وقايه كويسه جدا لمعظم البشر. اهتمام جدا باطفالنا في الفتره اللي جايه دي بالذات. بنا هو الحافظ يا دكتور المتوازنه ده مهم. احنا طبعا ربنا يحمي مصر ويحمينا يا رب. يا رب. بشكرك فندم، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور احمد جلال، بشكرك شكرا جزيلا.